إذا من يشبهك من يا يمن حقدا على اليمن فيتآمر البعض كانوا فرس أو إخوة وأشقاء عرب ولكن سيبقى اليمن. صحيح الدول أحيانا تمرض والشعوب تمرض ولكنها تثور كالحمم من تحت الرمال وسيعود اليمن، وهكذا كان آباءهم وأجدادهم، وهم اللي قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وما بيتركوا حقهم. هذول حميريين قحطانيين، هذول اللي حكموا الجزيرة، هذول العرب وعلى لسان كل عربي قادة من قيادات العرب. أصل العرب وين؟ في اليمن. صحيح وقعوا في نخب سياسية مزقتهم وشردتهم شر التمزيق وجعلتهم يتناحرون فيما بينهم البين، ولكن هذه التصفية سيخرج يوما جيل واعي وفاهم ويطلع باليمن إلى الهلا إلى العلا وسينتصروا. على كل حال تابعونا في هذا الكلام بعد ساعة من الآن على قناة الشرق، تابعونا بعد ساعة من الآن على قناة الشرق ومستعدين. يخسي جندي رخيص يعمل بأجر طعام، أجر طعام ماشي راتب. يخسي جندي يعمل بأجر إطعام بس، يطعمونه عشان يقاتل أو يقتل أو يقتل، يطعمونه ماشي راتب. راحوا يبكون فوق قبر أبو اليمامة يقول لك ما معانا راتب، الجنوب ضاع، طارق بالمعاش، طارق بالمعاشيق ما حصل إلا عند الشيعة والناس اللي يبكون على القبور. طارق بالمعاشيق، سلطان البركاني بالمعاشيق، معين عبد الملك بالمعاشيق، كل الشماليين الأرياني في المعاشيق، ونحن ما معانا راتب يقول له. وآخرين من أخوانه يروحوا يقاتلوا فين؟ في شبوة، لأنهم رخاص الجلب، من أرخص أنواع الجلب، يجيبونه يقول له تعال، لأنه ما يكلف، ما يكلف كثير. يقولوا له بنعطيك جنوب، معقولة؟ معقولة بيعطونك جنوب؟ طارق اللي ما أعطاك ياها الجنوبي الأبيني هادي بيعطيك ياها طارق اللي قاتل 3 سنوات مع الحوثي، 3 سنوات مع الحوثي قاتل ولحق هادي في عدن حتى لا تنفصل عدن، ودخل لكم 3 سنوات ما تكفي الواحد سنة انه يتراجع عن خطأ ارتكبه الا 3 سنوات. تعرفون ايش اللي حصل في صنعاء؟ ناس تأثروا من الظلم الذي حاصل من النخب السياسية في صنعاء وفي تونس وفي ليبيا وفي مصر وغيرها، فقر وقل، ثاروا ركبت بعض القوى السياسية من حقها. انت لو انت سياسي من حقك تركب اي موجة تراها لصالحك، مع انه الاصلاح كان لقاء مشترك هو صنيعة علي عبد الله صالح لضرب الانفصال والضرب الشيوعية والماركسية، لانه عندك شيوعية ماركسية في عدن لا تستطيع ان تحاربها الا بشيء نقيض لها ضدها وهو اسلام. وجدوا الإسلام السياسي في تجمع اليمن الإصلاح. الآن يقولوا الإصلاح إخوانج، ولا يعلمون أن رئيسه وقادته كلهم صناعة سعودية. يعني السعودية تصنع لكم الإخوانج؟ هذا اتهام باطل على السعودية، إنها هي من رعت الإخوان المسلمين في اليمن، وهي اللي الآن محتفظة وتحمي قادة الإخوان المسلمين في الرياض، اليدومي، الآنسي، المدرب، كلهم هنا. حتى العليمي شالته أمس من عدن حتى لا يتعرض للقتل والتصفية، وكأن السعودية تدعم الإخوان. يا أخي غباء غباء. هذه سياسة، إذا وجدت فصيل مؤيد لك في دولة ما فأنت ستكون حليف له، لكن لا تجعل من أعداء هذا الحليف لك خصوم لك أنت في الدولة الفلانية. خرجوا بمبادرة خليجية بعد إسقاط النظام في صنعاء، جمعت الإصلاح والمؤتمر وكافة القوى وخرجوا برئيس توافقي وهو نائب الرئيس اليمني
وهو حينها كان عبد ربه منصور هادي، فأصبح رئيس لليمن عن طريق تصويت سموا ما شئتم انتخابات، المهم توافق مبادرة خليجية. زين ايش اللي صار بعدها؟ ناس ما عجبهم الكلام ده، هذا التوافق، الإصلاح أصبح جزء والمؤتمر أصبح جزء وباقي القوى أصبحوا جزء في هذه الحكومة التوافقية حتى لا ينهار اليمن، ورعت هذه وتم رعاية هذه المشاورات في المجلس التعاون الخليجي في الرياض، عرفت بالمبادرة الخليجية. في ناس أصبحوا مقيدين ولا يرقبون محليا وإقليميا أن يكون للإصلاح حظ ونصيب في هذه الدولة اليمنية، فتم تدمير اليمن نكاية بالإصلاح. اليمن ليست إصلاح، ليس الإصلاح بل أكبر من الإصلاح وأكبر من أكبر كبير في اليمن وفي جزيرة العرب. تم تدمير اليمن وسلم لإيران نكاية بالإصلاح. معقولة يا أخي؟ معقولة خطورة الإصلاح تجعلك أن تأتي بإيران وتدمر الجيش اليمني وتسلمه كافة مفاصل الدولة في الجيش والأمن؟ يا أخي ما عمل أكبر تسلح وأكثر تسلح وأحدث تسلح كان بيد الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الخاصة كلها بيد علي عبد الله صالح. إيش كان مع الإصلاح غير الفرقة الأولى حق علي محسن؟ وخرج وعادهم في صنعاء، خلى صنعاء وخرج في وجه الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه آل سعود، خرج في وجه ملك. معقولة السعوديين ما عندهم وجيه؟ معقولة في جزيرة العرب ما في نخوة، ما في واحد يعتزي وما في واحد ينتخي ويقول أنا في وجهه ولا يحمى وجهه؟ يا أخي عيب والله، ماتت العروبة وماتت الأصالة إذا كان من اعتزى وشاف أنه حرس جمهوري على حوثة على أمن مركزي على كلهم تآمروا على واحد خرج، والله أنا لا أنا من الإصلاح ولا أنا من علي محسن، لا أعرفه ولا يعرفني ولا قد يوم اتصلت ولا يوم قابلته ورحت الرياض كذا مرة حتى لا يتم إلصاق إننا أنا أعرفه ولا أنا كذا. أصبح كل من هو مخالف لهؤلاء السدج وهو من الإصلاح وهو علي محسن. يا أخي نحن أكبر من هذا كله، نحن عندنا قضية، حتى لما كنا معاكم في جنوبكم ده كنا من أجل حضرموت وليس حبا فيكم، وتعلمون هذا الشيء. خرج في وجه الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وإلى اليوم ما وجدنا سعودي يقول أفا هذا في وجه ملكنا، أفا هذا في وجه ملكنا. يا أخي وين العروبة؟ ناس اليوم تقتل وتروح تنتخي وتعتزي الناس وتقول لهم أنا في وجهكم، والله تبادل قبيلة كلها ولا يسلمون الرجل هذا إلا بصلح وتراضي وتوافق على ما يقبلون به، إما بدين دية أو بطريقة يرونها مناسبة. دمر اليمن، تدمر حتى لا يكون للإصلاح نصيب إلى اليوم هذا. وعلي عبد الله صالح شاهد على اللي حصل، طارق شاهد على اللي حصل، أدخلوا علي عبد الله صالح الثلاجة بعد 3 سنوات وهو يكرر عدوان بنتحالف مع إيران وبشكل رسمي. اليوم أنصاره كلهم في عدن، سلطان البركان اللي كان عند علي عبد الله صالح ويقول علي عبد الله صالح سنتحالف مع إيران، اليوم سلطان هناك 3 سنوات طارق يقتل فيهم في القناصات، هو الحوثي في كريتر وفي التواهي وفي المعلة وفي غيرها، اليوم موجود هناك في كريتر في المعاشيق. تعتقدون ان طارق والله ان هذه اهانة في حقه ما قدر يرجع دم عمه؟ بيصبح يفصل جنوب دافع عنه عمه 25 عام وحققها، قال علي عبد الله صالح ذات اليوم وشاهدت الفيديو، الوحدة ليست ملك لي هي للشعب اليمني، وإذا وجدتوني تمرت عليها أو انقلبت عليها خارجوني. الظاهر أن الحوثي عرفوا أنه بينقلب عليها وبيفصل الجنوب عن الشمال رغبة في إيش؟ هذا كله واحد يقول لي يا أخي ذات يوم إيش دخل ده برؤية 2030؟ رؤية 2030 تم إعلانها في 2016، هي كذا فجأة جت من السماء نزلت رؤية 2030 وتم إعلانها في 2016 بالمخططات بكل شيء بالطريقة فجأة كذا في ليلة ويوم.
هذا مشروع كبير ضخم يسحب البساط من المحيط الى اوروبا كلها. يقول لك بننقل جزيره العرب الى اوروبا الشرقيه. هذا كان مخطط للاداره السعوديه لاكثر من 5 أو 10 سنوات، والامارات تعلم هذا الشيء الذي بيصبح بتصبح دبي لا شيء قدام اكثر من 1000 موقع سياحي في السعوديه رؤيه 2030. اذا بتخسر الامارات تجاره وسياحه. 100 مليون يستهدف رؤيه 2030، 100 مليون سائح الى السعوديه. اذا من بيروح الامارات في برج خليفه؟ من بيروح؟ الحرب هذه ادخلت السعوديه وتم تسليم الحوثي صنعاء وايران اليمن لهذا الغرض، حتى لا يرى هذا المشروع النور ويتم ضرب السعوديه بالطيران المسير. شفتوا العرض العسكري اللي خرج بوامس الحوثي؟ عرض عسكري مهيب. وين كانت هذه الاسلحه كلها؟ يعني عاصفه الحزم ما سوت شيء 8 سنوات، كانت تضرب في جبال بس، تضرب في جبال ما سوت شيء. الهدنه دائما تاتي لصالح الحوثي ويتقاتل الحلفاء على الارض. الامارات بجنودها على الارض المدعومين منها هي قد غادرت بعد حادثه الطيران، حسب ما قال وزير الخارجيه اليمني في مبنى الامم المتحده، ان دوله الامارات دوله حليفه جاءت وضربت وقصفت الجيش اليمني وقتلت 300 جندي، وعلى اثرها غادرت الامارات عسكريا من اليمن. قالت نحن بنظل انسانيا. وين انسانيا؟ طيران مسير يتحرك من مطار ريان حسب شهود عيان قالوا لنا. هذا الكلام ما هو من عندي يا ناس، اذا كان فيه كذبه وخطا على من نقله لنا من داخل مطار ريان. هناك في ناس اصبح مطار ريان لا يسير رحلات ولا شيء، في قوة من كافة الدول العالم، قوة أمنية عسكرية شركة، ما حد يعلم ايش يسوون. عندهم صالات رياضية شفناهم بالفيديو، بحريني غير بحريني، أمريكي زامبي من كولومبيا، من كل مكان موجودين. الطائرة المسيرة تطلع باتجاه البحر وتحلق في السماء حتى لا ترى بالعين المجردة، ثم تأتي إلى شبوة وتقصف من الإخوان المسلمين والإصلاح. يعني الشعب اليمني كله أصبح إصلاح إخوان المسلمين، ملاحقين من الحوثي وملاحقين من هذولا. إذا الإصلاح عليه أن يقدم استقالته ويخرج من المشهد اليمني ويترك، ونرى هل طارق بيفصل اليمن ولا بيقاتل الحوثي ولا بيكون هو وعيدروس من هناك يحكمونه من عدن. والله خسارة في 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 عقول ناس كنا نعتقدها. معقولة؟ معقولة اليمن بيحقق لهم انفصال ولا سلطان البركاني صاحب تصفير العداد كلهم في عدن، والآخرين من أبناء الجنوب ما حدهم، لا الميسري لا الجبواني لا بندغر، لا كلهم أخرجوهم من عدن. ليش؟ يعني رشاد العليمي بيعطيكم جنوب؟ إذا خلوه يعطيكم الجنوب بالقوة الجبرية، معناه أنه التحالف جاء لتقسيم اليمن عبر طارق عبر سلطان البركاني عبر غيره. هكذا الحوثي يقول التحالف جاء لتقسيم اليمن. يعني صحة مقولة الحوثي أن التحالف جاء لتقسيم اليمن؟ والآن اليمنيين اللي عادهم عند الحوثي، ما بنقول اللي عند الحوثي، اللي أخرجوا من عدن ومن أبين ومن شبوة قد يلتحقوا بالحوثي، ما يسحبا فيهم. اليمني دائما إنسان يحب الانتقام، والعربي كل بشكل عام. ما دام انك انت الان تحالفت مع طيران مسير لقتل اخوك في عولقي في شبوه، اخوك عولقي في شبوه تحالفت معاه بطيران مسير تقتله، ما قدرت تواجهه على الارض، بيتحالف مع اسرائيل، بيتحالف مع عاد كلمه اسرائيل دي ثانيه. الحوثي يقول للشعب اليمني انه يحارب اسرائيل، وهو لا يحارب اسرائيل، يحارب المملكه العربيه السعوديه والجيش اليمني. راحت الامارات طبعت مع اسرائيل امام الناس كلها. اذا الحوثي قال قلت لكم انا اقاتل او احارب اسرائيل، الامارات طبعت مع اسرائيل، حرجت السعوديه في وقت السعوديه تخوض حربا على الحوثي في اليمن. الحوثي لما يصبح امر واقع في اليمن سيصبح يهدد السعوديه بارسال الطيران المسير، شفناه السلاح وشفنا الطيران المسير، بيهددها دائما باستمرار. من المستفيد؟ الامارات طبعا، لانه رؤيه 2030 ستتعطل. الفوضى اللي حاصله ان الحوثي في الهدنه يبني نفسه ويستعرض قواته
والتحالف في الشرعية قاعدين يتقاتلون فيما بينهم في شبوة، في عدن، في غيرها. كل هذا سيناريو تم وضعه من بدري. مش قلتوا انتوا فلان يركب الموجة؟ ثورات الربيع العربي، الخريف العربي، دول ركبت الموجة تصفي حساباتها فيما بينها. الامارات تراها انه رؤية 2030 لابد ان نعطلها قدر المستطاع. اليمن كان فيه الاصلاح حتى لا قاموا القوا اتفاقية ميناء عدن، لا يتم تسليمها الى قطر، وقطر تعرفون ايش بتسوي في عدن لو استلمته، بتحوله بميناء دولي، خط الحرير، خط المرير، اللي يكون قطع الطريق على قطر. اصلاح اصلاح، خرجوا نايف البكري، قتلوا جعفر محمد، قتلوا مدري مين، كلهم خرجوهم. الناس اللي قاتلت وقامت في عدن ما بقى منهم واحد، جابوا ناس من الجبال. جابوا ناس من الجبال، ما بقى واحد من اللي قاتلت في عدن. يقول لك نحن حررنا، عرفنا وشاهدنا بأم عيننا، نعرف الشباب اللي قاتلوا في عدن كلهم واحد واحد، نعرفه نعرفه. هاني بن بريك كان شغلته التموين على الدجاج. الباقيين اللي ماتوا كلهم نعرفهم اللي استشهدوا. نايف البكري سألوه، الآخرين كان وكيل محافظة. أعطونا الأسماء، قولوا لهم من اللي كان موجود. عيدروس شلات، ما كانوا هذولك هناك في الجبل. وبعدين لا تنسون ضبعان وقواته في الجليلة، علي عبد الله صالح طلع حط المعسكرات هذه فوق جبل حتى يشرف على القرى هذه، يشرف على القرى في الضالع وغيرها، وهذه المناطق والحشا وغير هذه المناطق كلها يشرف عليها فوق جبل معسكرات كده. قامت عاصفة الحزم، هذه المعسكرات فوق الجبل لا قيمة لها أبدا، لا قيمة لها، طيران بيدمرها. انسحبوا، قام أصحاب أول مديرية، أول محافظة تحررت، شلوا مشليلو يا رجال. جيش كان فوق جبل عشان يسيطر على القرى، وجد نفسه مكشوف للطيران الحربي للتحالف العربي، هذا بيتم فوق، انسحب لأنه كان هو بيده الجو. الجيش اليمني ما جاء في باله أنه يوم من الأيام بتكون عاصفة حزم وبتدخل تحالف عربي. انسحب، قالوا حررنا الضالع، وجلسوا 3 أشهر وهم في بلا، 3 أشهر وهم في بلا. لما تحرك أبناء عدن ودخلوا العند وانسحب الحوثي وطارق أيضا انسحبوا وقاتلوا طارق أبناء أبين وعدن ولحج والصبيحة وشبوة، كثير منهم وحضارم قاتلوا معسكر خالد بن وليد في العمري المخا والخوخة هنا 2 سنين وهم يقاتلون، يقاتلوا من طارق مع الحوثي. اليوم أصبح طارق عندهم الأولى من الآخرين. والله هذه حرب، حرب بتضيعوا فيها، بتضيعوا فيها. كل واحد له مصلحة، خاصة الكبار. أمريكا لها مصلحة، روسيا لها مصلحة، إسرائيل وإيران لهم مصلحة، والعرب لهم مصلحة، كل واحد له مصلحة. يدفع الثمن الشعب اليمني ومحمد بن سلمان في رؤية 2030 أكثر المتضررين، هذا هو الشعب اليمني ورؤية 2030. التعطيل اللي حاصل في اليمن كله يتضرر منه هذول الاثنين، حرب محمد بن سلمان الخاصة في رؤية 2030 وحربها. خلاص قال محمد بن سلمان حزم أمره، يبغى ينهيها للمؤتمر، للمؤتمر خلاص انهوها لصالح المؤتمر. إذا وينكم انت يا وينكم انت ودولتكم الجنوبية؟ المؤتمر من هو؟ سلطان البركاني من هو؟ يعني خلاص بتقولوا له تعالوا، هو بيقول لكم تعالوا يا انتوا يا رخاص، تعالوا انتوا تقاتلون بكيس، اذا صح كيس رز عصب بداخله فخذ دجاجه مذبوحه قهرا، الدجاجه تعالوا قاتلوا هناك، روحوا متوا خلصوا في صنعاء في دمار في تعز، خلصوا من الحوثي وقتلوه، وبعدين بنعطيكم جنوب حقكم ونحن بناخذ الشمال. يا سلام، هذه تعالوا
يلا نحن بنقعد في عدن، انا سلطان البركاني بقعد في عدن، انا معين عبد الملك بقعد في عدن، انا رشاد العليمي بقعد في عدن، انت يا عدروس شيل العمالقه السحاوق هذول كلهم اصحاب الكيس براتب قيمه اكل بس ما في راتب، روحوا قاتلوا هناك مع طارق وقوات العمالقه، بنسميها قوات العمالقه، قاتلوا حرروا لنا الشمال وبعدين نحن بنحكمه، وانت شلوا الجنوب. طيب يلا هذه كيف حلوها دي؟ كادي حلوها بالله عليكم حلوها دي. وهذا يا ريتهم يعطونهم جنوب، والله ما بيعطونهم جنوب، بيخلصونهم وبتجيهم هي الطائرات اليوم اللي تفرجونها تشهد على الناس في شبوه وعتك، هي دي نفسها بترجع عدد بتقمعهم واحد ورا الثاني. قد قتل ابو اليمامه في عدد بعد ما قال طارق عبايتك موجوده في عدد، فبرجعها لك. شفتوا ايش راح ايش صار في ابو اليمامه؟ كلمه طلعت منه وراح فيها طحس. احمد سعيد بن بريك كان مفروض ان يحضر اليوم ده، جاء اتصال لا تروح، عندنا ايش مركز نسوه مش عارف ايش فيها اشياء اجتماع حريب لا تروح. هذاك اليوم بعد الحادثه صرت باحمد سعيد بن بريك، انا ايش اللي حصل ايش فيه؟ قال والله كان انا مفروض اروح هناك، جانا اتصال الصباح يقولوا لي في عندنا افتتاح لمركز النسوه مش عارف ايش لازم تحضره، راح حضره. من وين جاء الاتصال؟ اسالوه احمد سعيد بن بريك، ابو اليمامه تم تصفيته هناك، ما يبغى احمد سعيد بن بريك يموت، مؤتمري حق عفاشو فلوس. وابو اليمامه قال عبايه طارق موجوده في عدد خارجوه، والثاني خارجوه طماع في قاعده العند، كله حوتي يقولون حوتي طيران مسير. هذه الطائرات نفسها بترجع، بترجع بتدقدقكم كلكم، كلكم بتدقدقكم، وبيسلمون المؤتمر وتشوفون غصب عنكم، وبتبقى اليمن والله لو ما وجدت مكان احط رجلي فيه في حضرموت فصنعاء اشرف لي، والله اقول لكم يا لو ما لقيت مكان احط رجلي فيه لحضرموت بيد ابنائه الحضارم المخلصين لا الخانعين لا لفلان ولا لفلان، والله صنعاء اشرف لي. وهي قدها ام اليمن قالها ابو بكر سالم بالفقيه مش انا. يلا تابعونا بعد شويه، وينه نروح نصلي الجمعه. أمي اليمن أمي أمي اليمن أمي اليمن السلام عليكم.